مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حصة العرضة. كما عودكم دائما نطلع لكم من الباهية وهران، راني نطلع لكم من حصة العرضة من قناة الجزائر أنوان. طبعا كما عودكم دائما كل سهرة راح يكونوا معنا فنانين اللي انتم تحبوهم تحبوا تشوفوهم. اليوم طبعا ضيوف تاعنا، انا ما راحش نطول عليكم مباشرة، خليكم تعرفوا شكون راه معايا. طبعا بداية راه معايا الفنانة حورية رمضان، نقول لك صحة فطورك، صحة رمضانك ومرحبا بك معايا. صحة رمضانك الأخت فتحة، وصحة فطورك، صحة رمضان المشاهد العزيز. وبلا ما ننسى باش نحيو طاقم أنوان اللي عودنا بهذا الاستقبال والاستضافة الجيدة من طبعها. مرحبا بك. أيضا طبعا أنا طبعا كيما نكونوا في رمضان تعرفوا بلي احنا نسحقوا التجميل بزاف، سورتو النساء يعني في الفترة تاع الأيام العيد نسحقوا التجميل. أكيد ضيفة تاعي اليوم مدام فرح، نقول لك مرحبا بك، هي مختصة في التجميل، نقول لك صحة فطورك ومرحبا بك معنا. نشكرك حبيبتي على حسن الضيافة، نشكر قناة أنوان وصحة فطوركم. شكرا. دونك هذه هي اكيد طبعا راح تقولي لنا صحه رمضان للمشاهدين كامل اللي راهم يشوفوا فينا. صحه رمضان هم، صحه فطورهم كاع. واكيد الفنان اللي راه بالابتسامه الجميله، الفنان هو ريبو عبد الله، نقول لك صحه فطورك، صحه رمضانك ومرحبا بك. شكرا، بارك الله فيكم على الاستضافه، نشكر قناه انوان على الاستضافه اولا، ونهنئ الشعب الجزائري، نقول لهم صحه فطوركم، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إحنا طبعا خلال شهر رمضان الكريم إحنا العادات تاعنا تتغير، ربما ما بين الأيام العادية ما بين شهر رمضان، يعني راه حاجة مختلفة اليوم. إحنا طبعا مادام أنه الضيوف تاعي اليوم راهم هنا والمشاهدين أكيد كاين اللي يحبوكم يحبوا يتابعوكم، مادا بينا نبدا بحورية نقولها اليوم كيفاش كتفوتي رمضان تاعك؟ شنو ديري في النهار؟ كيف بقية النساء الجزائريات أي امرأة في البيت بيتشوغ. دائما هذاك الطبق الموجود، الطاجين، الحريره، ولي صالاد، هذه هي. وهو رمضان كما نعرفوا تاع عباده، ماشي غير الاكل، ماشي غير الاكل، هذه هي. كيفاش قصه شنو دي صباح؟ ربما كاين اللي يعاونك في الدار. شوفي انايا توجور ماتينال، بها رمضان بها يعني كسائر الايام. 8 راني دوبو في الدار، عندي البنت راهي تعاوني. صح، هذه هي. انت طيبي والبنت؟ انا نبغي الكوزينه بزاف، نبغي طيابي. وهي نخليها غير على حاجه زعما خفيفه ديرها معايا، تغسل الماين. لا انا نبغي الغسيل تاع الماين. صح. وربما يعني احنا نعرفوا انه كل واحد عنده طبق هكا اللي يحبه يكون حاضر في المائده، انت كطبق رئيسي هكا واش تبغي تاكلي؟ الطبق الرئيسي المفضل عندي الفلفله، الجويه حاره بيان سور، والحوت. هادو يليق يكون حاضر، سما راكم تدورو في الكورنيش. والمعقودة عندي 30 يوم 30 معقودة. معقودة احنا في ولاية وهران معروفين احنا بالمعقودة، هو المعقودة معروفين في الغرب. فرح كيفاش كي مع رمضان؟ والله الصباح نبغي المرشي، نبغي. صح فرح، روحي ديري المرشي. نموت على المرشي. قولي لي المرشي اللي تروحي له. المرشي لاباستين جديد. صح. دي فوا الحمري تاني. المرشي تاعي ندخل الكوزينه، كي عارفه كي طيبي الصباح ولا طيبي مع الحشيات؟ مع مور صلاه الظهر نبدا الطياب تاعي. صايي تدخلي مازال ما تخرجيش حتى المغرب. ما نخرجش تيقولي صاير انا ناكل وتخرجي. عندك ربما اللي يساعدك في الدار، الزوج ربما يعاونك. واه يعاون، يساعدك شويه، يعاون حتى هو، ويهب لك واقيلا، ماشي يساعدك. لا لا يعاون، يعاون يطيب، ويدير طياب شباب بزاف. الله يعطيه الصحه. يدير شاولا الكوزينه تولي حرب موراه. عندك شو تغسلي؟ الماكله بنينه بصح حرب موراه. ربما طبعا الزوج عنده طبق هكا اللي يهب لك، يقول لك يليق يكون حاضر في الطابله. والله شوفي احنا كيما يكونوا الصغار وكاع يبغوا القليان يبغوا، هو توجور يحوس على الطاجين. صح، تما عيوننا نقولوا له لا دوك نحطوا، يقول لك لا حطوه لي دروك في البديه تاع الحريره، يبغي الطاجين يكون محطوط. يليق. والله لا يعطيكم الصحه، انا دائما نقول للنساء يعني الجزائريه سواء كانت ام سواء كانت اخت، يعني كامل لا يعطيهم الصحه لانهم راهم يقوموا بعمل كبير في شهر رمضان الكريم. كما تعرفي فتحه كما قالت الاخت، المرشي كاع نحبوه. لو كان كامل يكون عندنا الخضره في الدار تروحي ديك السبه وتخرجوا تبغي المرشي تحسي. والله يليق، ممكن نشرو غير حاجه ونجو. بصح هذاك يعني تشوفوا شهر رمضان يعني في الايام العاديه المرشي يبان عادي، لكن كي تروحي لشهر رمضان عنده واحد النسمه. حسي ديك النسمه الله يبارك. هو اللي اليوم رانا جايبين عيان.
هو اللي شفته راه عيان اليوم. كلا بزاف كلا بزاف اليوم. مصران يضرني انا. شفته راه جاي راه يبان حسان اليوم رانا جايبين لك. لا لا ولا هو اللي فطرت لا. شي فطرت؟ اوكي تفطرت تركب. انت كي تفطر زعما تقدر في انرجي وتحوس على المخدة. مش تحوس زعما حاجة أخرى تحوس تكمل تراويح. صحيح. سما هواري ماشي من الناس اللي يسهروا حتى الفجر. لا أنا نسهر. هواري من النوع اللي هو يبريباري الأكل. لا أنا نسهر قيام. باسكو أنا واحد من الناس كل واحد كل واحد وكيفاش. يعني أنا نغتنم الفرصة في رمضان. أكيد. والله. تقرب من الله سبحانه وتعالى يعني كي الناس كي تكون راكدة. واحد ينوض خلوه مع الله سبحانه وتعالى يطلب شهر هذا يعني كاين غير هذاك الشهر رمضان الانسان اللي يبروفيتي في هذاك الشهر باش يقرب من ربي سبحانه وتعالى هي شهر كلها لكن هو شهر العباده ولكن هذاك الشهر هو شهر العباده كل الاعمال اللي عملوا فيها الا الصوم فهو لي فهو لي غير الصوم لله سبحانه وتعالى هذه هي دونك بصح في النهار نهار عادي نهار ما انا واحد من الناس انا واحد من الناس ما ياثرش فيها رمضان ونقار عليه بالشهر تبارك الله قار عليه بالشهرة في رمضان زعما كيجي رمضان تفرح خاصة شوفي خاصة نهار قبل رمضان كي يقولوا ليلة الشك اليوم يقولوا غدوة رمضان نبغي نوض اللوطو نخرج تعجبني ديك النسمة الناس كي تكون تنقي هذيك بزاف بزاف في بليزير يستقبلوا واحد راه جاي باين كاين واحد راه جاي كاين ضيف عزيز راه من الناس نقي لا توجد لا تشري لها كاين اللي بنتر كاين اللي كل واحد هذيك النسمة شابة هذيك النسمة راهي كاينة ولو كان الناس تكثر عليك زعما بنت رمضان ما بقاش ماشي رمضان اللي يتبدل العباد العباد غيتبدل انا دائما نقولها دائما نقولها كل واحد كيصوم رمضان انا نصوم رمضان مع 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 عائلتي مع مع اولادي مع الزوجه تاعي مع الام تاعي ايضا تبقى ديك بنت رمضان هي هي وقلت خاصه كي تبقى باسكو نهضروا صح الواحد تهضر مع ال11 يقول لك صافا كاع منرفين مول الفطور صحيح هو يأذن من العصر يبداو الدراري يخرجوا براتق صافا المغرب أذن صحيح المغرب راه قريب المغرب راه قريب المغرب راه غيبدا يضحك صافا هو هو كل شيء عقل نيشان يقول في هو رمضان جاي صاي يديروا في ريسانهم بلي رمضان لينير يبغى يبدا يجي رمضان يبقاو يقولوا صاي غادي يبدا ولا في الدار يبداو يهضروا رمضان داخل ما كان لا تنرفوني بصح رمضان شوفي سوالح يطهرك في العباده ويطهر الجسم تاعك الجسم تاعك باسكو الناس لو كان جات تعرف شكاين الفائده تاع رمضان وحسن الغذاء ثاني اختيار الفائده في رمضان وكم صاموا العام كاع صوموا تصحوا شو تاع باسكو دي فوا الواحد يطالع يقرا شويه راه كاين عندنا دروك راه كاين العلم والعلم راه كاين مواقع التواصل الاجتماعي تشوف الانترنت باللي الصوم راهم درسوا عليه الناس اجانب ماشي مسلمين وشافوا فيه فوائد كبيره واحد منها يقضي على الخلايا السرطانيه الله سبحانه وتعالى دائما يمد للانسان الشيء اللي ينفعه وكاين الناس اللي يجي رمضان يكتئب منه ولا يخاف منه رمضان بصح كان يجي يشوفوا في المصروف وا سيري لا هي احسن عام مصروف صح كون نديروا في رسالة مصروف ماشي غير مصروف ماشي غير مصروف انا مصروف شوف دائما دائما نقول بلي ربي يجيب خير يجيب بركته في الشهر في هذاك الشهر الخير يطيح القدوة تاعنا هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وكنشوفوا شنو كان يفطر الرسول عليه الصلاة والسلام ما تهمكش التمر ولا ما تهمكش كان يفطر حبيبي التمر التمر والحبيب انت خير من الرسول عليه الصلاه والسلام وكان طلب الدنيا يعطيها لك كامل ما فيها بها كامل وصافي انت راه عندك الحمد لله خير تفطر بشويه تمر بشويه حليب بشويه الاخر الحمد لله لازم تأدي الفريضة كلها النظر الناس الناس راح تبازي على المصروف في رمضان انا عمري شكاينه عند العباد هذه هي احنا نقولوا ان شاء الله ربي يعطينا ديك القناعه ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي يتقبل صيامنا وقيامنا ان شاء الله في هذه الليله طبعا عاود نولي معكم احنا مازال ما نعرفوا قصاش نوض الصباح وش دير يا اختي انا بنعطيكم بروجرام تاع الدار لا خاطر المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا ماذا بهم يتعرفوا عليك كيفاش انا خدام نخدم في شركه يعني نخدم نوض الصباح نروح للعمل تاعي صح نخدم نكمل ال11 نجي نشوف نشوف شخص في الدار نروح نروح ديفوا وحدي نروح انا والزوجه بعض الاحيان نخرجوا نخرج الزوجه تبدل شويه باسكو السير ثاني واعر معنا الله يبارك ما شاء الله عندي ربع دراري الله يبارك ربي يخليهم ان شاء الله وزوج اولاد الله يبارك دونك نقابلهم في الدراسه تاعهم وكذا منا وهي ايضا ثاني مسكينه الزوجه الله يحسن عونها اكيد يعني توقف نوجهوا لها التحيه والله التحيه من هذا المنبر التحيه الله يعطيك ربي يخليك كل النساء وكل العائلات باذن الله يعني وكامل الزوجات كامل الزوجات والامهات كامل اي مرأة راهي تسعى في شهر اي مرأة احنا مازال عندنا هذيك العاده تاع بكري كيجي نهار نهار التالي تاع رمضان نجيب لها كادو
الله يبارك. كان يدير سلسله عدهب بصح وعلى على يسمع الزوج لازم يديرها لازم يعني ماشي كامل يديرها هذه ساكري في الله لكن هذه عاده قديمه هذاك المجهود اللي بدلاته في هذاك التربيه مليحه تربيه الاطفال تزيد تقريهم في الدار وتزيد تطيب لهم وتزيد تغسل المواعين مالا راحت عليا شحال من رمضان هنايا شحال من رمضان مالا عاودي راحوا عاودي ديري له كالوندغي ويبدا والله المحبه والله هذيك الموده الموده وحدها الهديه مليحه ثاني لهنا كيف الهديه مليحه ثاني كتب ايه في الزوج واه باش هو ثاني يسمع الزوج انا مسامحاته من هذا المنبر انا مسامحاته من هذا المنبر الحمد لله لا انا مسامحاته انا كيجي نهار ثاني تقول كاذب ايوه انا غادي نحسب شحال من رمضان طلعيها واه ما تسراش حبيبتي راهي تحك راهي عرقه لا والله غير هذيك كلمه الشكر يعني كاين والله لا يستخسر في الزوجه تاعها هذيك تاع ربي يحفظك صحيتي والله كاين اللي ما يقولهاش شوفي كلمه اكثر من الكادو قال هذيك الكلمه مسكينه طيب الخاطر تاعها تاع بلي تحس بلي رد لها بديك العباره كاين اللي ما يشوفش كاع الزوجه تاعها كاين يعني نورمال عادي كاين اللي كحلها ما درت والو كاين اللي يقول لك هاد الواجبات تاعها بالصيف عليها ديرها هذا ما لازم هذاك الشكر امال المراه مسكينه تحس بلي دارت حاجه يعني هذه هي نوض صباح نروح نقضي شو شيء خاص شكاين بعد يجي وقت صلاه الظهر نروح المسجد نصلي ما تقدر تقول تقدر لا سياسة بسلاح هي واحدة غير صغد تمو المغرب هذا يا شادي بعد نوض العصر كيف عارفة كذا نوض خروج تروح تشري زلابية مع الحشية هذاك هو الجو تاع زلابية وجميع دونك هذه هي وكي قرب المغرب تبقى ديك الساعة المغرب الواحد يكذب كتاب الله يبدا يقرا اكيد يبدا يقرا ديك الاحزاب اللي عنده هذا يعني اجتهاد من النفس ومن بعد شعل تختم المره في نختم قيم يعني انا نختم قيم لي الصحه القيام عندي زوج حزاب تاعي الله يبارك نصوم نصدر النوض في الليل زوج ونص ولا كي تكون الناس قاعده هكذا نوض انا نكتب كتاب تاعي ونصلي به الله يبارك ربي يثبتك ان شاء الله ان شاء الله بعد ما نرقد ديك الساعه نوض نتسحر ونصلي الصبح ونعاود الله جميل جدا والله نعاود ندير هذيك تاع اي نغتسل عاود نغتسل هذيك غتسوى هذا الشهر رمضان يفوت كيما هكا في العشر الاواخر العشر الاواخر كدا والعشر الاواخر تجي العشر الاواخر العشر الاواخر واحد الشهر يزيد يزيد من الله يزيد يتقرب من الله عسى الله عسى عسى وعلى بالك ربي نتمنى والعتق من الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب بالمناسبة في هذا رمضان هاد بالمناسبة في هذا رمضان الله يرفع الحصار على خطنا في غزة في غزة والله الله يرحم يعني ما في غزة سيامهم في الجنة إن شاء الله يعني والله يقدرهم والله يعينهم وتبقى فلسطين فوق الراس احنا كجزائريين تعلمنا من بكري احنا مع فلسطين ظالمة ظالمة ومظلومة أكيد ولكن اللي شفناه الله المستعان يعني رغم انها يعني احنا نقولوا احنا هذيك برك شعار تاع ظالمه او مظلومه لكن هي في الحقيقه هما اصلا ماشي ماشي ظالمين مساكن هما اللي راهم مظلومين مسكينه من بكري مظلومه مظلومين وفقدت كاين ناس احنا بالك رانا نجمو نتلاقوا في مايده ونفطر انا ولادي ما عندي العجز اللسان على التعبير شنو نقول لك ان شاء الله يا ربي ربي ينصرهم إن شاء الله ان شاء الله يا ربي جميل جدا والله ان تكون كاينه هاد اللمات اللي من خلالها نعرفوا يعني كل واحد كيفاش راه يفوت رمضان تاعه نزيدوا نحسوا بهذيك النسمه تاع رمضان انا دروك راح نروح شويه معكم الاعمال تاعكم نولي مع حوريه هاد العام يا ترى كان عندك عمل تلفزيوني قمتي به الحمد لله عندي عمل العنوان منبع الحنان هو نوع من نوع سلسله دراماتيك تحكي يعني على الاولاد وعلى المعاناه الدوره تاعك اللي درتي وفي هذا الدور ما عنديش الزوج توفى وخلى لي زوج وليدات يعني روك عارفه المعاشات الام كي تنغبن مع الاولاد ومع لافان البنت تهاجر ويبقى معايا الولد وهذاك الولد يرميني في دار العجزه ونتوفى في دار العجزه يعني قصة حساسة بزاف خصوصا كي تدخل فيها هذه تاع دار العجز هي ديجا العنوان منبع الحنان يعني الأم تتعذب على الأولاد و ساكريفي بوغ لي زونفون يا لافا البنت تهجر مع الحبيب تاعها اللي هو جاري صح والولد تاعي يعذبني ويرميني في الأخير
لدار العجزة لكن على خاطر الزوجة تاعه باش يدوا لي السكن، وانا نموت من بعد نتوفى في دار العجزة، ومع لافان يعني يتأسف ويجي يشوفني يلقاني رحمة الله عليها، بصح ما زلت عايشة. ربي يطول في عمرك ان شاء الله. يعني حساس. قولي لي يا حورية، هذا الدور يعني حبيتيه ربما الأدوار اللي أديتيها مقبل ولا؟ شوفي أنا جاوني بعد اللي توفى ولدي ربي يرحمه، جاوني أعمال لكن رفضتهم باسكو كان بريسك نصهم كاع سي سي لا كوميدي، ما حبيتش يعني هذا العام. نو نخدم بصح ما حبيتش هذا العام نخدم لا كوميدي، حبيت الدراما باسكو كنت شويه يعني الحمد لله دروك الحمد لله راني خرجت من الحمد لله وراكي منوره اليوم الحمد لله الله الله عليك الحمد لله اللهم اعطاه اللهم اخذ ربي يرحمه ان شاء الله. هذا العام حبيت نكون في لو كوتي دراماتيك اكثر من لا كوميدي. هذه هي وبقيتي روحك. لا الحمد لله بقيتي روحك في الحمد لله. هذا الموضوع مليح يدو عبره منه في هذا المسلسل انا هي البطوله. ان شاء الله يا ربي ينال اعشاب المشاهدين اللي راهم يشوفوا فيه خلال شهر رمضان الكريم. ان شاء الله ان شاء الله ويتكاكوا اللي راهم يقيسوا والديهم. يعني هذا يكون عبره عبره يا رساله لبعض الاباء سواء كانت البنت ولا الولد، يعني الام ولا الاب ما يلقش نرموهم مهما كان، خاصة الزوجة ثاني كاين بعض الزوجات الكنات هذه اللي نقولها احنا بالله ما يرفضوا زوجة الابن هي اللي راهي تدير ام الابن علاش؟ مالغري كانت قبيحة ولا الواحد يعرف يتمشى معها غير بالسياسة مهما كانت كما هي تحب الام تاعها هو ثاني يحب الام تاعها هذه هي. شوفي والله كن عروسة دير في راسها نية النية تاع انه هذه كي امها راح تفوتها والله لا تفوتها هذه الصوالح. لكن يعني يبقى المشكل ماشي كامل البنات يخموا بنفس طريقتنا والله الحمد لله يا ربي انا نترحم عليها كيف كيف ومشي كامل كنا كيف شوفي نترحم على عزوجتي والله ماتت في يدي وعزتني عزتني واحد المعزه شوفي ما شاء الله مراه ربي يرحمها ربي يرحمها. شوفي كي دخلت بنيه تاع هادي أم ما لا كنت نعيط لها ماما جامي قلت ما ولا نقولهم كيفاش توصل مقام ما لا عادي عادي اكيد دخلت بهذه النيه والله لا ربي عطاني ربحت في هذه النيه ربحت والحمد لله قمت بها مرضت ماتت دي دعوه الخير الحمد لله وعطاتها لي قدام ولدها قدام الحمد لله يا ربي الحمد لله قاعدين دعوه الخير الحمد لله والله الحمد لله يا ربي دونك يعني انا نشوف بلي الفكر تاع الكنه ما تروحش باساس تاع هذه ما تروحش بلاصه ما لو كان يصحوا غير هذه المقوله والله لا تمشوا انا كاين اللي يقول لي كيفاش غادي تغيري الكون راه بين قوسين الزوج كاين نبغوا الزوج والام تاعها مكروه وشكون اللي جابه شكون اللي جابه خاص الواحد لو كان انا كان يقولوا لي انا نقول لهم نعيط لها ماما يجوا واحد الناس اللي يقولوا تعال تعيطي لها ماما نقول لهم شوفوا يقولوا انت باغي تغيري الكون يجوز والكنا من بكري ما يتفاهموش قلت لهم انا نغير نفسي قاعدين اللي ما بغى اللي بغى بهذا الشيء هو يدبر راسه نعيط لها ماما نخرج نشاورها باغي ندير هذه باغي ندير هذه الحمد لله والزوج تاعي راهي يشوف هذا الاخر وجامي قهرتها الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي والله لا شوفي انا ثاني فتحت شوفي ديت كيما راه نقول فتحت شوفي تجي انيفيرسير تاعها انا الاولى اللي نخطط لها انا الاولى اللي ندير لها شوفي اي حاجه خطره تفوت غير الحانوت تقولي هذيك لافيست بالك والله لا نروح نشريها ونجيبها لها تقولي كيفاش الحمد لله وتوفت وديت دعوه الخير ديت دعوه الخير يعني مهما كان الام راهي العزوج راه كيما والله لا كيف كيف كون يغيروا غير هذا المعتقد تاع انه العزوج هي عزوج شفتوا علاش هادو السهرات ملاح لانه انا ربما نشوف كفرح راهي عبره للناس اللي تشوف فينا والله انا نمد كونسي لو كان الكنه تبدل هذه تاع ما تجيش في بلاصه ما والله لكل شيء الحمد لله والله عشنا كيما هاك انا ثاني لا ميم شوز راهي انا دائما نشوفها في المناسبات تهضر لي على الكنه تاعها تقول لك انت نحبها بزاف نموت عليها دائما نبغيها باسكو علاه هذيك ثاني خلت والديها وجات عندي حتى ولو ولدي يبغيها صافي بليزير وعلاش انا يرفدني الحر لو كونترير انا هذه قرات عندي كنتي اللي راهي عايشه في الخارج كانت التلميذه تاعي الله يبارك ولدت كنتي الوغ هي تعيط لي ماما
ونعيط لها بنتي. وانت تحبيها دائما توجهي لها التحيه. ومن هذا المنبر نتحي لها فايزه بنتي في فرنسا، نبغيها ونبغي ثاني عجوزتي الله يرحمها. انا كنت شوفي والله العظيم ما كانش عندها البنت، وكنا احنا سبعه كناين ولا لا سول اللي كانت تبغيها انا، باسكو كنت نزلت لها ما ندخل روحي في الزوج الا يمد لامه ولا ما يمدش. انا عرفته ملي كنت انا بون جيت عروسه كان يمد لامه كاع حتى توفت ربي يرحمها. هو بروحه اللي يكون طايع الام تاعها الحمد لله غادي يبغي الزوجه تاعها اللي ما فيه الخير في امه، في امه ما فيه الخير في زوجته. هذه هي نتمنوا لهم ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نولي مع فرح انايا. فرح طبعا انا في البدايه طبعا قلت للمشاهدين انه راني جابت لكم المختصه في التجميل، تما اليوم عندك ما غادي تهضري لهم. طبعا احنا ماذا بينا نعرفوا المشاهدين عليك اكثر بحضورك معنا اليوم. وي بون شوي لا ديريكتريس دو ليكول بوتي لي تخوازان اللي هي ليكول تاعي. ليكول فيها الحلاقه والتجميل، يجوا عندنا متربيسات، كاين لي فورماسيون لونغ دوري، كاين اكسيليري، كل دومين وكيفاش. دونك انا نبغي البنت اللي تكون ديجا الاولى قبل ما تلها في حاجه واحده اخرى تلها في النجاح تاعها. ماذا بيا المراه تكون ناجحه لو كان في الدار تنجح، المهم تكون عندها شهاده. لو كانوا قاعده في الدار تنجح في الخدمه اللي هديها فيها في الدار، تنقي مليح تسقد مليح راهي ناجحه. دونك نبغي وحده اللي تدخل في الدومين ولا تبغي حاجه نبغيها تنجح فيه تشد فيه. راني نشوف انا بعض المرات يجوني كل الوحده واللاش تاعها، مي ماذا بيا يكونوا باغ اكزومبل بديتي في حاجه كملي فيها باش تنجحي. كاين اللي راه تضيع وقت اليوم دير لاكوافور، عام دير باتيسري، العام الجاي دير خياطه، تلقى لي زاني يفوتوا وهذا المراه مازال ما دارتش حاجه. دونك ننصح اي بنت ولا اي امراه راها باغي دير خدمه باش تنجح فيها تشد فيها هي أكيد. هي وتبدا تخدم عليها تنطلق. فوالا انا هذه اللي ننصح اي متربصه تجي عندي. كي تجي عندي نقولها تبغي هذا المجال قدام كاع لندخلك، تبغي هذا المجال تقول لي واه اسكو راكي باغيه تكملي فيه ولا غير جيتي باغيه شهاده. شهاده وصالي كي تقولي كاين اللي تقولي شهاده والله لو وصلت حتى رفضتها وقلت لها ما نقريكش، لكن على شهاده ما نقريكش، لكن تبغي نجم نعطيك. فوالا كي يكون عندك لامور نجم انا نعطيك ونديرو خدمه حب خدمه شابه. بصح الا كاينه كي جايه غير جوست بوغ شهاده كاين اللي تقولي لا ها لا كوافيغ لاستيتيكا فيها دراهم. لا فيها دراهم تطلعي داك الدروج تعاودي تهوديه، بصح تكوني تبغيها يفتفوتي على صعوبات وتفوتي بصح تنجحي تنجحي. دونك هذه هي. قولي لي في ليكول تاعك واش ديري كاع، واش ديري لي فورماسيون اللي ديريهم انت عندك؟ لا كوافور كومبلي صح، ليستيتيك تاني، ليستيتيك سون شيرورجي. لا كوافور راح تتقسم على دي موديول، كاين اللي راهم يبغوا دي فورماسيون جوست باغ اكزومبل كولوراسيون، كاين اللي تكون عندها صالون بصح حلت كيما دروك راني نشوفهم بزاف تحل صالون ومن بعد عاد تقولك جبت خدامه وما نشحتليش. انا تاني من هاد البلاصه نقول اي وحده راها باغي تحل ان صالون دو كوافور يليق هي تقرا على الدومين تاعها اللي باغي تخدم فيه. كي تجيب خدامه لابد خدامه غادي تلقى فيها مشكل، يا ما تجيهاش يا ما تخدمش، بصح كي تكون هي مولات لو صالون عندها كل شيء تنجم تقومه اكيد. دونك ماشي تحلي صالون بعد عاد تبدي على لي فورماسيون. من الاحسن واحد يدرس لو بروجي تاعه، قال راني باغي نحل انستيتيو ولا ان صالون يليق لي نخدم على هذه المهنه. كي نخدم عليها تمد مليح، باسكو تجيك اون كليونت وما غاديش تخدم غايه، ما راها دو بوش او غي غادي تحطمي نفسك. هذه هي. في الصالون تاعك انت يعني تخدمي ايكول دو فورماسيون تاعك فوالا، دونك تخدمي انت غير العرايس ولا تخدمي مركزه برك على؟ لا شوفي احنا مركزين بوكو بلوس على لي فورماسيون صح. وكي يجوا باينه نخدموا لهم تكون كاينه عندنا. وي اكيد. انا طبعا راح نقول للمشاهدين تاعنا اللي راهم يشوفوا فينا اللي حب يعني يدخل في هذا المجال ما عليكم غير تتواصلوا معها، صفحتها اللي تظهر اسفل الشاشه ومرحبا بكم عندها. يسلمك مرحبا بكم. هو اللي طولنا عليه، هو اللي نعسناه
شتي مساكي يبداو يهضروا على السحور، مساكي يبداو يهضروا ما يسكتوش. لا انا اليوم هو اللي غايستنى في السحور قارئ شنو دخلتوا هاد الدور مال تاع الاخر وكسبوا ولسيتي وكبوتي هذاك نسمع. نعاود نولي معك واري. واري احنا طبعا شتي احنا في وهران نقولوا واري شد زعما دوكا بدون بلا قص قلت لك واري بصح حنا في وهران نقلقوا هذيك لها قولوا واري. قولي هو واري طبعا احنا العام اللي فات شفناك في عمل تلفزيوني اللي احنا حبيناك به، تكلم لي شويه ربما تجربتك هذه كيفاش كانت؟ اخو البنات اخو البنات راه شافوها الناس كاع خاصه في عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان فيها المع نجوم الكوميديا اكيد اكيد محمد خساني على راسهم، سهيلة معلم، سارة العلامة، بدري محمد، كاماتشو اللي كان دارك على الساحة الفنية صافي ديزاني وكانوا كاينين ضيوف اخرين كانوا حاضرين معنا وكان اخراج صديقي وحبيبي عبد القادر جريو. فوالا كانت سلسلة رائعة يعني خاصة في الكواليس أكثر من اللي كان يصرى في الكواليس أكثر من اللي كان يصرى اللي كنت تشوفون. سمحنا قال لي ضحكناها سما في الكواليس كان أكثر كان أكثر في الكواليس دوبل بون كانت كاينة لابريسيون كانت كاينة شوية خاصة على المنتج أو اللي قلناه العلبك في التورناج الناس يشوفوا لقطات ويشوفوا المسلسل ولكن ما يعرفوش التعب اللي يكون وراء الشاشة خاصة من التقنيين أو المخرج أو المصورين أو أي واحد يعني الناس اللي تكتب الناس اللي تدير ديريكسيون داكتور الناس اللي توجد البلاطو كانت كاينة يونيكيب توت يونيكيب اللي خدمت ولكن كانت كاينة يونيكيب افيك اون امبيونس تاع مهابيل استاذ اللي شفتوه انتم في الضحك هذاك كان الضحك مور الشاشة أكثر مور الكاميرا يعني مور الكاميرا كان الضحك يوقعون واحد الصوالح اللي احنا ربما الاخر التصوير تاعكم بالك بكيتوا كاع على يعني تعودتوا على ديك اللمات وهذيك لا 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 والله والو اخر تصوير ماشي تاع اللمات ولا بالعكس كملناها بالضحك ولفتوا بصح بعضاكم بالضحك كي كون نجاح وعرفنا بلي احنا لو مون ديبتي على الناس شحال غادي يتباعدوا ولا غادي نقعدوا توجور كراب تقعدوا نتلاقوا في اعمال اخرى يعني بالك الناس تبكي على العمل درناه باسكو ماشي اي عمل يكون سهل اكيد تجي تكون كاين عراقيل على بالك عراقيل دونك الناس كي تكمل العمل تبكي قال بصراحه انا حقيقه يعني عرفت خوت عرفت احباب عرفت منا تعرفت بناس وحنا رانا نضلوا في رحبه براسك رانا نضلوا كيما العائله مع بعضنا بعد ولا باريزوم كيما محمد ولا سهيلة معلم ولا يعني مازال كاين هذاك الاتصالات ما بيناتكم قاعدوا مازال راهم توجور هنا اتصالات بيناتنا حنايا عبر الواتساب ولا نبعثوا لبعضنا بعض نهنئوا بعضنا بعض على اعمال كاين واحد يخرج لها كليب كاين واحد يخرج لها كذا كاين واحد يصور مسلسل توجور نقعدوا اون كونتاكت نحكوا واخو البنات كي شفتوه الصوت اللي كان يندير تاع بصح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم بارك الله نتمنى لك نجاحات نتمنى الصوت مليح نتمنى لك صوت لا كليت صوت كليت غايه الهراوه سير جماعه خساني ربي يجازيك محمد بارك الله فيك والله الا يضربك يضربك بصح شفتوا هذاك الفيديو اش يقول لك هو يقول لك كي ما هو يبغي كي يضرب يقول لك انا كوم انا كوز ضربه ما يحسش باللي راه الوغ ليك هو ثاني كي يوكل ضربه باسكو ما قوم تديهاش نيشان ما تحس بيه بلا تتمثل شوفي كي تضحكي تضحكي تاع الضرب تاع بس غير درغ محمد ما نكذبش عليك خاطر كنا نتورنو في كنا في كلينيك تاع اللي طلع فوقي انا كنت ندير اوبيراسيون على ليره وطلع فوقي شوف قاعد يقول ولد خالتي ودخلت هادو ما يعرفوش ولا الحب هذا شدك تعشق شدك وضربني بسبعه طاروا لي ربعيه لا لا تفرشت بلوزيغ فوا طاروا لي ربعيات انا ضربني بسبعه وانا كي ضربني سيطروا ما عنديش شديتهم الداخل في فمي قاعد ندير لها هاك تسمى قعدت ناكل في السبعه هو حتى والمخرج ما قالش كوبي عجبتها ما يقولوش عجبتها اللقطه طاروا وثاني انا ثاني خطره ثانيه حطوا لي بيدو قالوا لي اعطيك كادر رجلي وقال لي في الراس شوف انا بنتي بهذيك المقوله تاع البيدو ونجبد دمعته قال لي وي كي دير البيدو في الراس نضر تاع بصح بعد عطني هو تاع بصح ثاني هو محمد يبغي هاد الصوره بس ما يبغيش يكذب على المشاهد يبان بلي حقيقي ما يكذبش على المشاهد
كي تشوفي الضربه تاع بصح تضحك. صح نيشان. صح نيشان. صح نيشان. هو من يعرف. شوفي انا غير تفكرتها والله لا عاودت راني نضحك. شوفي بنتي ولات تمشى لي في الدار وتقولي نضربكم بيدو نضربكم بيدو والله لا هذه المقوله راها في الدار الدار. باسكو عجبهم. الناس يبغوا هذاك هذاك اليومين ريال هذاك يعني من مش يمشي يعطيه يضربك يغاشي. ولكن ضرب يكون تقريبا حل حقيقي. النبي انا كي يقول كوبي. تقيلي كيف تكنيك راقدين في راس بالضحك بالضحك سيرتو سهيله معلم سهيله معلم تشتش الضحك تقعد تضحك تشتش ما تقادش مع محمد ما تقادش كي نكونوا هكا في الاخر مني ويخرج لك واحد الخرجات واحد الارتجاليه ما كاش كاع منها انت تقارن متفاهمين على ديالوغ تيخرج لك من الفوق يخرج لك كاع حاجه وغادي ما كناش متفاهمين عليها ما تحسش كاع شي يدير لك الله يبارك هذا هو الفنان ما تحسش هذا هو الفنان يعني اللي ما يعتمدش برك على النص النص اللي يعطوه له يعني الفنان يقدر يبدا من عندها اكثر يمد يمد كان يكون على على راحته على راحته يمد اكثر الناس هذا ما تبغي تصنع ماشي مليح تصنع ما يبغوش تصنع تصنع ماشي مليح تحس بلي حاجه راها مصنعه هذاك التصنع بزاف تاع باب الحاره باب الحاره هي اه هذيك وحدها انا شوفي من المتتبعين وويري شفتي اليوم راه معنا في البلاطو شوفي الله يبارك ونتلاقى معاه بزاف وفي لي زيفينمون في كل شيء انا بعد الفان تاع حويري نضحكوا في والله كي نتفرجوا في رمضان تحس بلي حقيقه ممثل تحسيه في الكوميدي في الدراما في كلش تحسيه حتى في التقديم ما شاء الله وهو من غير هذاك يعني هو ايضا يغني واه انا خريج مدرسه الحان وشباب طبعه اولى الناس قاعده تبعت 2007 طبعه اولى تاع الحان وشباب دونك جيتي لو سول من وهران كنت الوحيد من الغرب كنت انايا واللي كنا من الغرب كنا اربعه انايا لمياء باطوش وراجا مزيان وحورية حجاج احنا الأربعة اللي كنا من الغرب ونور الدين طيبة أيضا كان من ولاية تيارت ولكن من ولاية وهران كنت غير أنا كنت أنت صرت روحك ربما في يعني تسيب روحك أكثر في الغناء ولا في لا في التمثيل في التمثيل تحب التمثيل والله اللي نقول لك حاجة يعني بالك ربما قناة الأنوان راح تديها اليوم حصريا زعما يلا راح ندو حاجة حصرية غادي تدو حصرية زعما هذه ما حبيتش نقولها حتى لواحد يعني ولكن الغناء يعني جبت على الغناء هذه مده مانيش نغني ما نكذبش عليك ما قررتش نعتزل الغناء لاني ما درت والو باش نقول كلمه اعتزلت بقيت مهتم بالتمثيل ونقول انسحب انسحب من الغناء ربما راح نكمل في الانشاد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا صغير صغير بديت بالانشاد وراح نرجع للانشاد ان شاء الله نكمل بالانشاد لانه ما درتش يعني اغاني كبيره ولا درت البوم درت دي سينجل ولا دي كوفر هكا باش نقول انا شونتر ما بارابور على الناس كبار الله يبارك ما شاء الله ولكن هذا الصويت اللي عطاني الله سبحانه وتعالى بالك نسخرها في الانشاد في الدعوه لله سبحانه وتعالى على هلا ربي يوفقني ان شاء الله هذه تكون حصريه لكم ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقني ان شاء الله ثبت يا رب العالمين والتمثيل الله غالب ساكنني في الدم انا انسان ممثل مسرحي بديت المسرح سنه 96 97 الله يبارك من 96 97 وانا في المسرح الله يبارك كنا دانييرمون في فرنسا في باري درنا مسرحيه الاجواد الكاتب عبد القادر علوله درناها كولابوراسيون ما بين لاسوسياسيون تاعنا اللي هي استجمام مع كوليكتيف جينا من فرنسا يعني ثلاثه كوميديين فرنسيين وربعه كوميديان جزائريين منهم ريحاب علوله بنت المرحوم عبد القادر علوله مريم مشكان كانت معنا ايضا وجواد بوغراسا وللمخرج جميل بن حماموش اللي هو ابن اخت المرحوم عبد القادر علوله وكانوا معنا ممثلين كبار ايضا من فرنسا درنا مسرحيه الاجواد الكاتب عبد القادر علوله درناها بيلانغ ولقات صدى كبير 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 الله يبارك في فرنسا والحمد لله يعني كنتوا كممثلين الجزائر في فرنسا واه لعبنا مسرحيه وخاصه الجاليه الجزائريه والناس اللي جات تفرجت فكرت المسرح الحقيقي تاع الله يبارك مسرح الرساله مسرح يعني الكلمه والحمد لله ومازال ان شاء الله ان شاء الله قدامنا ان شاء الله وهذا العام كان عندك عمل تلفزيوني يعني عمل تلفزيوني ولكن خفيف كنت ضيف شرف في لحد الان ما على باليش العنوان كسمو تاع السيري اللي من البرودكسيون تاع يمينة برو الاخ خويا الصغير محمد غزاني كان فيها المعظم النجوم يعني كل حلقه هي الدور الرئيسي هو حميد الحلو حميد اللي هو ابو جمعه
وكل مره يجي ضيف شرف في الاخر، خاطر يجي سكيلاتشي مصطفى العريبي، خاطر يجي حميد، خاطر نجي سويله معلم في دور زينبو، خاطر نجي انا بن سهيل، خاطر كل خطره كل خطره يكون كاين واحد ضيف، خاطره كاين مفاجاه. وان شاء الله يا ربي السلسله تاعكم يعني تلاقى الاعجاب تاع المشاهدين كالعاده. اكيد ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. نعاود نقول لكم احلى هلمه معكم. شكرا. والله العظيم يعني جميل جدا يعني اللي ريحت معكم اليوم، انه حتى المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا زادوا تعرفوا عليكم اكثر من خلال سهرتنا، من خلال حصه العرضه. انا طبعا في كل سهره يعني عندنا موضوع اللي نناقشوه انا والضيوف تاعي. اليوم طبعا خيرت لكم النيه. نبدا معك حوريه. ايه كما يقولوا النيه حبيبه الله. بصح يعني استعملنا النيه، ولكن الحمد لله دائما نوقعوا في فخ، ولكن دائما نسلكوا الله سبحانه وتعالى يسلك الانسان، ودائما مول النيه هو اللي ينجح. كاين مقوله تقول مول النيه الا ما ربحش يخرج سالك. سالك وسالم، هذه سالم الحمد لله. باسكو هذيك النيه هي اللي تحميه. بصح والله احيانا يعني كون نبقاو نهضروا تشوفي هذيك النيه تقي ناس تستغل لك لواحد الدرجه كبيره. شوفي يعني تثبت انك انت انسان عندك نيه، ولا يشوفوك هكا قلبك طيب. هي النية كي قال لك في أي حاجة يقول لك هي اللي قدير النية. حتى في صلاتك هي اللي قديري النية. تما ما كايناش حاجة كون ما ديريش النية، هذه تنحشالك أنت كي تكوني دايرة النية عن قناعة بلي كي ناوية الخير، ربي غادي يكافئك على ذاك الخير اللي نويتيه. تما قاعد طيحي بصح ما يصرى لك والو، هذيك النية هي اللي تحافظ عليك. وبالنية يكشف لك، يكشف لك اللي يبنوا لك الفخ. هما دروك الناس شوية هما اللي يوقعوا فيه وانت تسلكي. ولا هو يقول لك بلي انت راكي بنيتك، بصح هما يحسبوا بلي هما قافزين، هما حيليين ديك القفوزية. هي لا، هي بديك النية انت غادي تحافظي على روحك. انا ماذا بيا ما تنقطعش، باسكو النية عندها بزاف صوالح. حسيتي ربما انك يوم من الايام كنتي نية مع ناس ربما بزاف هذيك هذيك دائما هذيك بدون نقاش. بدون نقاش كامل عشناها، سيرتو الدومين في النساء مع النساء، هذه عشناها كامل، هذه عايشينها. تكوني نية ما غاديش نحبسها، باسكو النية هي اللي جامي. جامي كون تقولي لا انا ثاني خاصني نولي حيلية، هي لا قدريش. ما تقديش الا كتكوني الا كتنوي نيتك تاع خير باش ربي يعطيك غير الخير. هو يعطيك هذوك الابتلاءات تاع دوك الناس يوريك شرهم، من الاحسن نخلي دائما النيه باش الشر تاعهم يبان. المنبع تاع الانسان كيكون خيري يكون نقي صافي، يتمشى بنيته ويلا يسهل على الناس الاخرى. ايوا وحنا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله دائما يعطينا على حساب قلوبنا ان شاء الله، على حساب نيتنا. صافي هذا ان شاء الله ان شاء الله. انا بورمان نشوف النيه تستعملها مع مول النية. الدنيا تجارب، هاد الدنيا ربي عطانا عقل سبحانه، كرم الخلق كاع، كرم الانسان على باقي الخلق بالعقل. اكيد بالعقل. دروك اذا تعرف بلي هاد الناس ما فيهمش النية استعملش معاهم. اكيد يعني يكونوا صراحة، ما نقعدوش ندرقوا الشمس بالغربة. والله ما نقدرش تعرف بلي هذا بنادم حيلي بيدير معاه نيتك، ما تديرش معاه نيتك، عامله كما يعاملك. ما يجي على بالها والله لا الحيلي ما يجيكش بلي انا راني حيلي. لا بصح ربي عطانا عقل تعرف، باسكو كاين يعني كاين حاجه اسمها اختبار. هو يا خويا كي يكشفها لك ربي هنايا تو طافي تتجبد صايبانك، كي ينكشف ربي بعدا وانت تبغى تعرف روحك يبان بلي هو خابيت وانت درت حقيقة. نيتك تبقى لك انت، والناس تعرف الانسان النقي يبقى نقي. بصح فاهمين الدفاع الانسان تلمو يدير النية تجيبها في روحها. ايوا ولا لا؟ تسمى تلمو يدير النية يقعد معليش. نيتي انا من نيتي 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 دارتها اللي ما ترضي لا ربي لا العبد. كاش دي فوا انسان تعرف بلي هادو الناس كاين مجموعة هادو راهم قاعدين ما ناويش فيك نية تاع الشر، ولا زعما باينين تعرف يعني كيما الناس بكري يقول لك عينك هي ميزانك. عينك بصح بصح علاه يقول لك، يقول لك الواحد كي يبغي من 10 قوم من 40 يوما اسمع سمعت انت 10 تعرفها. ما تستعملش النية تاعك ديال ديبي، ماشي ديال ديبي ترخف تطلق روحك كاع تولي مع لا دون لي نو غير يجي يضربك في الراس. تبدا الامتحان يعني امتحان لابد منه. الانسان عطاه ربي عطاه يخمم بلي ما تستعملش ديك النية وما تستعملش هذيك لا حتى تعرف بلي هادو الناس اللي تحل قلبك معاهم، وتعرف بلي الناس متغلقين قلبهم يا
يا خويا كما نقول لك ديب حلال ديب حرام ترك حسن. ترك حسن. ترك حسن اخويا. ونهني راسي باسكو النية كما يقول لك شنو قلت انت النية حبيبة الله. حبيبة الله. حبيبة الله. انسان راهم قلال الناس اللي عندهم نية صافية. كاين كاين النية عمرها ما تنقطع. والخير كاين عمرها ما ينقطع. بصح الزمان ماشي الزمان. بالمعاشرة تعرف ذاك الانسان تبدل. تبدل الانسان تبدل. كاين الناس بزاف بعدت على ربي سبحانه. بعدت على ربي سبحانه الوقت اللي رانا فيه في اي شيء في دومه في تجاره في اي حاجه النية راهي تفسد بعض لوهاش دوك الانسان راه ياخذ حذره على يقول لك الواحد هذا الزمان تبدل ماشي الزمان تبدل الناس يتخاف العباد راهي تبدل الناس يتخاف الزمان تبدل الناس راهي تخاف ولا واحد ما يديش كونفيونس بزاف ولا يخاف يخاف على نفسه يخاف على وليداته يخاف على اهله يخاف على لونتوراج تاعو رانا نخافوا من كل شيء من كل اي حاجه رانا نخافوا منها احنا ان شاء الله النية يعني انا بور مو بور مو نية عقل نعرف وين نحط تعرف معنا وي بيان سور وتبان هي حقيقة تبان انت تشمر حتى الشعر تجبد واه ايوا جوست احنا ان شاء الله يا ربي نتمناو في هذه الليلة ان شاء الله ربي يلاقينا غير بالناس اللي كيفنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يبعد علينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وطبعا انا نشكركم على حضورتكم معنا وكما عودت المشاهدين اللي دائما يشوفوا فينا انه السهره تاعي ما راهي سهره برك هي سهره وسحور انا ما غاديش نسلك واري ونسلكم هكا بان بلي غادي تسحروا وتروحوا ان شاء الله يا ربي ترقدوا ديريكت ان شاء الله كاين وين نرقدوا كاين لا لدياركم طبعا انا في السهره تاعي راح نختمها بوقله قبل ما نروحوا لمائده السحور يلا والله تنطابق علي ربما تأمنوا بهذيك تاع والفعل والله بصح هي من بصح تنطابق كاين اشياء اللي تنطابق على صفات الانسان يعني البقالة تقول وهبك الله مواهب عديدة فبادري لتستعدي من حولك ويستفيد الناس من علمك وليكن التواضع من صفتك وحب الناس من رأس المال والدعوة إلى الله غايتك يا سلام الله الله على هذه البقالة يلا فرح أنت كالنخلة تعطي التمار باينة في التكوين راكي تفيدي في التكوين فوالا كل والله لا وياكلوا لي التمر كاع انت كالنخلة تعطي تمرا كل من رمى عليه بالحجر تقابل الإساءة بالإحسان ولا ترضى إلا بالطيب الكلام يحبها الله والناس كلها ان شاء الله يا ربي يعطيك حظ الناس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يخلينا نخلق نص من هذا البقاله عملك وي وي فهمت انا كاع شوف هذه البقاله طاحت فيا طاح فيك جرنا نص من النية ونص من الحيله طاحت فيا انا متامنش على عداه والكلمه الاولى هي مهبلتني وي الزهر هذا يا مهبلتني نرمي الماء في الشبكه ويام هبلتني نشعل في الجمر الطافي ويام هبلتني نعيد سري الخلافي يا يعني يحن حنين وتندم يا الجافي امر غير اذا جات غزالته باش تكمل الحضره يا لا غزاله ما دام غدوه الزوجه الزوجه الغزاله بدا بها وغادي يكمل بها الزوجه على الزوجه على الزوجه لا على الزوجه على الزوجه لا الفلته زوجتك شو هادي نرمي الماء في الشبكه او الماء يشوف الشبكه او الشبكه الزوجه اه صح والماء هي العشره ايوه غدوه دير هذا الفال شباب طاس ما في الوجه على الصباح انت طيبه القلب وجودك مهم في عائلتك في عائلتك فاحرصي على لم شملهم وكوني بلسانك بلسما يداوي الجروح. اي بارك بارك الله يبارك. على العائلة ما شاء الله. على العائلة ما شاء الله. رشيدكم ما شاء الله. هذه خيرتيها سميتهم يعطي عرسك وغيرها غريب مخدومة. رشيدكم على العائلة سبحان الله ما شاء الله.
لا لا حسيتها حقيقة، عينيها لمعوا بزاف. غرغروا. والله تغرغرت ديك، حسيتها حقيقة. ربي لا لا مولاتي لا لا صغار. ربي ان شاء الله دائما يخلي هكا مناسبتنا ودائما ضحكتنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. طبعا انا كما قلت لكم وكما طبعا تعود عليا المشاهد انه دائما سهرتي فيها سهره وسحور، اكيد راح نديكم مباشره مائده السحور. انا نقول مشاهدينا بقوا معنا باش نتلاقاو في مائده السحور. وليت معكم مشاهدينا من بلاطو سهرة الى طبعا مائدة السحور. طبعا نقول لك صحة فطور الدلال. صحة فطور الاخت فتيحة وصحة فطور المدعوين معنا ومرحبا بكم عندنا في السحور. شكرا. قولي لي فرح عادة باش تسحري الصفة ليق دايما دايما دايما. والماكلة اللي تنطرق ديال والله روحي في التبذير. والله لا 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 ما تبدلش باسكو عندي الاولاد البنات صغار، البنات صغار تما في النهار يفطروا بها ياكلوا بها، هذه هي ما يكونش كاين تبدير. وهو اللي كيفاش غاصها؟ انا التمر. قال لك ان في السحور بركه. انا التمر انا نويت. شوفي ناكل شويه ما تبقى من الاخر باش ما باش ما يوقعش كما قلتي انت التبذير. ولكن الاكله المفضله ليا في السحور انا هي التمر. التمر حليب شويه قهوه شويه قهوه كحلاله شادمه هذه حوريه. دي فوا الماكله اللي تبقى وما نكثرش باسكو نضر مع الصباح، ودي فوا غير الفلون الفلون نكتفي والقهوه سي بون. فلون فلون مع كاس تاع قهوه. فلون بارد. شي فلون بارد مع السحور كي داير تعرف ينعياش خاطر شكي تفكرها مع جوال 10 كي داير ترقد ترقد غايه وتفكر بها في الفريجيدار. اوه شكي تفكري على 11 كي تحلي الفريجيدار تبغي تبدي توجدي هكا يبان لك ويدي لك بزاف ديك اللقطه تقتلني. انا ديال 11 كيما هكاك كيما راه كتقول هذاك تاع الشوكولا. لا كاع غير تحل في لأول مرة هواري وأختي فرح نشوفوا السحور. غادي تصبحوا عطشانين غدوة ياك. ياك الأيام الأخيرة خاص تكملوا الماء من حتى للدار تشربوا الماء. لا طب شوية طب حارة ما تخمش مقطعة وتقولي لي صباح دريت. ولا شوفي حمتنا مليح في الحوت باش نكونوا مجهدين سحتو حنا اللي خدامين تما يكون ايام اخيره راه كي تكون شفتي راه مقطعه. بارك الله فيك شكرا. والالوان شوفي العينين الحمد لله بالصحه والهنا ان شاء الله. شوي حر وخلينا احنا نحلوا الباب. كاش مشكل. قولي لي حوريه انا طبعا نشكرك على الحضور تاعك معنا اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتك السهره تاعنا. انا يا توجور يعني الحصص تاعك اللي فوت انت اصلا تعجبيني وبارك الله فيك على الضيافة وحسن الاستقبال. ونحيي قناة أنوار اللي دائما تكون نكونوا حاضرين معها. هذه هي كلمتك الأخيرة ربما بالمناسبة. نقول لكم صحة سحوركم، عيد مبارك سعيد لكل الأمة الجزائرية. تحية خالصة لوليداتي اللي راهم في الغربة، وربي يرحم لي وليدي وربي يخليكم كاملين إن شاء الله. وهذه طبعا نشكرك أيضا على الحضور تاعكم معنا اليوم. بارك الله فيكم على الاستضافه. ان شاء الله كن ما كناش كل ضحكنا معاك. ما كناش تقال ما كناش تقال على الجمهور الجزائري. فوالا باسكو نبغوا نكونوا دائما خفاف، نبغوا نفرحوا الجمهور الجزائري خاصه في شهر رمضان. الناس تبغي تفطر تبغي تضحك تبغي فوالا. هذه هي ان شاء الله يا ربي نعمه دائمه علينا. ان شاء الله يا ربي رمضان ان شاء الله نصوموا ونعاودوا ان شاء الله يا ربي. ونوجه ثاني نوجه ايضا ناس ناس غزة ناس فلسطين نقول لهم رمضان مبارك كريم. وسامحونا سامحونا انتم فقراس فقريسان. والجمهور الجزائري نقول لها صح رمضانكم صح عيدكم. تصوموا بالصحة ان شاء الله. ان شاء الله. ولا
العقوبه ما خير ان شاء الله، والله يجعل لمتنا ديما طيبه ان شاء الله. امين يا رب. فرح كلمتك الاخيره ربي. والله نشكركم على الاستضافه ورحبتوا بينا، راكم حتى كملتوا هنا بالحوت. الله يعطيكم الصحه. والله نتمنى للشعب الجزائري كاع رمضان مبارك ان شاء الله، عيد مبارك ان شاء الله، تكون دائما لمتنا تحلى دائما ان شاء الله يا رب. فرح طبعا راح تقولي لنا اللي جبتينا في الطبق نتاعها اليوم. جبت لكم سمك في الفرن، يعني خرجت على العاده شويه. ان شاء الله يعجبكم الضيوف تاعنا. ان شاء الله يا الله بالصحه عليكم. ميرسي ربي. طبعا قبل ما نقول لك حطي الضيوف طبعا يتسحروا، انا ما بقى لي غير نقول لكم صحه صحونكم، مرحبا بكم معايا في اي وقت، نورتوني اليوم في سهرتنا في حصه العرضه. اكيد راح نقول لمشاهدينا مازال سهرتنا مازالها متواصله مع الضيوف اللي نتوما تحبوهم تحبوا تشوفوهم. انا طبعا حبيت نشكر دادي لقافات على هذا القفطان الجزائري اللي راني به اليوم، بلا ما ننساو ايضا رانيا حميمد على المكياج. ايضا راح نقول لكم صحه صحونكم، صحه صحون المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. تهلاو في روحكم، سلام.